أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم استئجار اللاتي يضربن الدف في الأعراس؟ ما دام أنه مرخص في ضرب الدف في الأعراس فلا بأس باستئجار صاحبة الدف لهذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. لكن كونها هي تجعل حرفة لها وتأكل من ورائها ما هو بحسن لها، ما هو بحسن لها. نعم.